تجربة يعني محترمة يعني للطالب، إني ذاك يعني نقدر نقول لك أنا ما تحصلش عليها في المنزل تاعي. وأن الشاب أكد أثناء الجلسة تجاوزت قال تعرف لها 6 أيام متتالية داخل مركز عنتر، يعني الجهة كانت معروفة، المدة كانت معروفة، الطريقة كانت معروفة، وصف بدقة في شكواه ما هي الأفعال التي تعرض لها من تعريته إلى رمي الماء الوسخ عليه ثم اغتصابه عن طريق ما يسمى مونشابان. بعد تعريته وضعوه أجنو، رموا عليه الماء الموسخ، تم ضربه، تم سعقه بالسائق الكهربائي، وتم اغتصابه بطريقة المنشطة.